مستمعينا الكرام صباح الخير عليكم، صباح النور، مرحبا بكم في لقاء جديد، لقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو، برنامجكم صحة وسلامة. صباح الصحة والسلامة على الجميع، شهية طيبة لكل من هو على مائدة الإفطار، وطريق السلامة لكل من هو على الطريق. واليوم لقاء خاص بالأطفال، وحاضر معنا اليوم الدكتور أحمد الحلو، أخصائي في طب الأطفال. مرحبا بك دكتور أحمد، صباح الخير. شكرا، مرحبا، الله فيك، مشرف ومنور، اهلا وسهلا. الله يعطيك الخير. استسمح على الازعاج اللي درنا لك. مرحبا. مع اللي بروغرامي في ما تخدمش خدمتي. مرحبا. انا عندي الشفافيه مع المستمعين. مرحبا بك، مشرف ومنور، وشكرا لك على سعاده صدرك وعلى هذا العطاء اللي عندك. الله يعطيك الصحه، ما عطيتش لكل شيء، ومشرفنا ومنورنا، بارك الله فيك. دكتور احمد، ربما كاين يعني الاشكال اللي مطروح دابا بالنسبه للطب الاطفال، الوليدات الصغار ما كنفهموش المرض ديالهم بقدر ما كنفهموا المرض ديالنا حنا مثلا البالغين. وهذا العام البرد داز قاصح، حنا دابا على مشارف الربيع، كاينه تغيرات جويه، ولكن دائما كاين داك المشكل ديال الكحه اللي ما حيداتش هذا العام. خدينا لي زانتيبيوتيك بزاف، درنا لي تريتمون بزاف، ما حيداتش الكحه. كاينه الحساسيه، كيحك عيني، خارجين دي بوطون، شي مرات كاع كتكون الحساسيه ديال الحلق، كيتخناق، بزاف ديال الهضره اللي دايره. وانا ديت الطبيب تعييت وشي حاجه، شي نتيجه ما كانت، درت الخلطات، اللي قال لي شي حاجه كنديرها، كندخلوا العربي مع الطبي مع كل شيء. زويني داك يعني و سي فري كو كيما تكلمنا في الاوف، شي حاجه ملي كتكون عندها علاقه بوليداتنا كيكون صعيب اننا نحكموا العقل ديالنا. يعني اللي قال لنا شي حاجه، اول حاجه كنوضوا نديروا هي نجري ونصوبوها ونعطيوها لهم باش يتحل المشكل. ملي يكون ولدك مريض تتلف، سي فري تتلف. الوغ ميتنون الا بغينا نديروا على هذا النطاق ديال هذا الفصل، هذا العام بصح كان البرد قارس، كان مده طويله، وغنقولوا الدراري مرضو يمكن شويه اكثر من السنوات اللي قبل. هو ما كانش لا غريب بلو غراف ولا موان غراف، غير طولات شويه، بيسكو هي اللي كثيره تكون في هذا الفصل الشتاء. الوغ الناس كلهم تيعرفوا شنو هو ضربوا البرد الدري ولا غريب، غير بعد الاسئله تترجع وتنشوفها كل نهار في العياده وشحال من مره، واللي تسالتي انت علاش ولدي تيمرض ليا بزاف، علاش ولدي واخا تنعطيه الدواء ما تيبراشاه، ولا نحاولوا نجاوبوا عليه شي شويه. الوغ تنعرفوا بين راه في فصل الشتاء، فصل البرد، الحالات الاكثريه اللي تتكون هو في الزكام، هي لا غريب. من الناس تيغلطوا شنو هي لا غريب، ملي تيكون ولدك ولا نيت واحد كبير تلقاه مثلا فيه شويه سخانه ونيفو دايز وتيكحب شويه، تيقول لك انا فيا لا غريب. لا، لا غريب هو ملي تتكون منشور في الفراش، شادها مزيان واحد السيمانه وانت ما قادرش تنوض وفيك سخانه ودارك راسك وكل شيء اللحم ديالك تيتقطع عليك، وتنقول العظام ديالنا تيضرونا وما قادر لا تنوض تخدم لا والو ما قادرش. هذا هو الزكام، والكحه بزاف، ويقدر يكون دري تيكحب تيتقيا ويكون فيه الاسهال، هذا هو الزكام، هذه هي لاكريب. دونك شويه صعيبه اكثر من ذاك اللي غير مروح. البرونشيت سي اون فورم دو برونشيت. الوغ هذا الزكام بهذا كل شيء، هذه المعطيات اللي عطيت 80% ولا اكثر هما فيروسات، سي دي فيروس، سي الفيروس ديال لا غريب، تيبرا بوحدو ان شاء الله. الاغلبيه تبرا بوحدها. لو ميتنون ماشي واحد اللي عنده المناعه قويه، واحد راجل اللي نقولوا ان جون هوم جون فام اللي عندهم واحد المناعه ديجا، غادي يدوزها ان شاء الله دغيا دغيا، واحد 4 ايام 5 ايام اسبوع الى اكثر، وغادي ينوض عاوتاني خدمته، ما عنده حتى شي مشكل، ويقدر يبرا نورمالمون، ما يحتاجش حتى شي علاج. نقدروا نعاونوه بالدواء ديال السخانه الا ضروا راسو، الا فيه الحراره، واحد الطفل نقدروا نعطوه بعد المرات ماشي ديما، شي سيرو اللي يعاونو يخرج داكشي اللي في صدرو، شي حاجه تقطرها ديال النيف باش نسرحوا ليه شويه نيفو، والاغلبيه ديال الحالات هادشي اللي كافي. الوغ ميتنون 21% او الاقل تيكونوا مضاعفات، وتيكونوا دي باكتيري اللي تيتزادوا، تنقولوا سيغ انفيكسيون، ستادير دوك الافرازات ودوك التناخم اللي عندنا في صدرنا تيتعفنوا، حيت هذاك الدري صغير ما تيعرفش يخرج داكشي. وهنايا ملي تيكون داك التعفن تزاد، هنا فين تنعاونوا بالمضادات الحيويه لي زونتيبيوتيك. دونك في 20% كاينه اون انديكاسيون، هادي نقدروا نعطيو هاد لي زونتيبيوتيك. في 80% راه ما تيليقوا والو، وهنا فين تيبداو الناس ما تيفهموش، يقول لك انا ولدي تيكحب ومشيت عند الطبيب
وما عطانيش لونتيبيوتيك وما تيفهموهاش. وعاوتاني كاين واحد الصفه اخرى, واحد الصنف اخر بلوتو ديال الناس اللي تيجيو تيقول لك انا عطيته لونتيبيوتيك وما قضى ليه والو. راه لونتيبيوتيك ما عنده حتى علاقه مع الكحه, راه لونتيبيوتيك ما عنده حتى علاقه مع السخانه. لونتيبيوتيك محتاجه ولدك الا كانوا دوك الافرازات تعفنوا شي شويش, الا كانوا دوك الكخاشه ولاو خضرين بزاف وفريمون كاينين حاله زعما اعراض انه تعفن داك الشيء, عاد غادي نديروا دوك لي زونتيبيوتيك. دونك هنا فين تيبقى قلنا الناس ما تيفهموش بعض المرات علاش عطينا الدواء ولا ما عطيناهش, او اللي تيقول لك راه شريت ليه الدواء مشى للصيدليه وخذ ليه لونتيبيوتيك حيت فات خذا واحد المره عاوتاني تيعاود يعطي ليه وتيقول لك ما قضى ليه هاد هاد المره, واخا تنعطيه كاع الدواء ونشري ليه السيرو هذا وداز اسبوع ومازال ولدي تيكحب. اياه كل شيء هاد الشيء طبيعي عادي في هاد الحالات. دونك هنا فين تيبقى المشكل عند بعض المرات الناس هاد ليفوليسيون ديال لا مالادي. يعني دكتور ملي تكلمنا على المضادات الحيويه اولا لي زونتيبيوتيك خاصه عند الاطفال, ربما الطبيب كيتعطل باش يوصفهم, كيحاول انه يدير مجموعه ديال المراحل حتى كنوصلوا كما قلتي لهاد المساله ديال انه ما عندناش شي حل, ضروري خصنا ناخذوا لي زونتيبيوتيك كناخذوهم. كما قلت يعني كاين اللي كيقول لك لا لونتيبيوتيك تيهرس المناعه, خلي خاص نخلي لي زونتيكور ديال الجسم ديال الطفل هما يخدموا لنا, ودابا في مرحله نمو هو ذاته يدافع على راسها. كاين اللي لا عرفتي شنو ملي مرض لك فحال هكا حس لك سير يدير له الكيني وبعد الادويه اللي اباز الاعشاب الطبيه وخليه يرتاح. لا اتونسيون عندك الا لي زونتيبيوتيك, هذه اسئله يعني اللي كتطرح شي مرات. كنوليو كنعطيو لي زونتيبيوتيك بلا شوار, غير عرفتي هذا راه جربناه وصدق, هذا راه شربته فلانه وصدق ليها, ديري هاد التريتمون هذا, خدي لونتيبيوتيك راه ما غادي يدير حتى شي حاجه, راه ما عندنا ما نديرو, ضروري خاصو ياخذ باش يتهرس المرض. بزاف ديال الهضره كتنوض على هادشي, تنشوفوا هادشي كل نهار كل نهار عدد المرات. الوغ كاين بزاف الاصناف ديال لي بارون, كاينين هادوك اللي غنقولوا لي جون بارون اللي قارين مزيان وتيجي تيقول لك عرفتي يا دكتور ولدي نحاول نداويه بلا لي زونتيبيوتيك. عرفت تيعاوننا واغلبيه تيكون دري الله مثلا تنبقاو في هذا النطاق ديال لا غريب, يلاه ضربوا البرد دغيا دغيا جابوا, يمكن ضربوا البرد مع البارح مع العشيه مع الصباح تيجيبوا عند الطبيب. ما كاينش شي تعفن, ما كاينش شي حاجه اللي صعيبه, افيكتيمون تنكونوا هما مقتنعين وتيعاونونا وتتعطيه قلنا شي حاجه بسيطه باش نسرح لي نيفو باش ما يبقاش سخانه. سو الا كان فايت عامين نقدروا نعطيو شي سيرو باش يعاونو يخرج داكشي اللي في صدرو وتيفهمونا وتيعاونونا. وكاين واحد الفئه ديال الناس اللي العكس, واخا يكونوا دي جون بارون اللي تيقول لك انايا لا خدام ما مساليش باش نجيبو لك اليوم تشوفو دوليا راه حاجه بسيطه, والا تزادوا الحال عاوتاني ترجع. اي دونك ملي تحاول تقنعهم وتفسر لهم هادشي ما تيتقبلوها شيء, وملي تيخرجوا بديك لوردونونس ديك الوصفه فيها غير شي حاجه ديال السخانه ولا شي حاجه بسيطه, تدوز واحد النهار ولا يومين تيخرج مع الليل حيت ولدو تيكحب وفيه سخانه بالليل ما تيفهمهاش, تيمشي لا فارماسي دو كارد ويمكن تيطلب لهم لونتيبيوتيك غادي ياخذو غادي يبداه ليه, ومن بعد عاوتاني غادي يرجعوا لك ويقول لك راه ما قضى ليه والو. وتتسمى راه خدا لي زونتيبيوتيك بزاف. وكاين عاوتاني فئه اخرى اللي من الساعه الاولى كاع ما يمشي يشوف الطبيب وغادي ياخذ ليه لونتيبيوتيك اللي كان خدا خوه من قبل ولا شي حاجه بحال هكذا. اي دونك هنا فين تتجي الاشاعه ديال لي زونتيبيوتيك خايبين تيحيدوا المناعه, اون فيت ما عمر لي زونتيبيوتيك عندهم شي علاقه مع المناعه. إلا بغاو الناس اللي تيتصنتوا لينا هاد النهار يعقلوا على حاجة واحدة, لي زونتيبيوتيك ما تيضروش, لي زونتيبيوتيك ما عندهم حتى علاقة مع المناعة, لي زونتيبيوتيك تيقتلوا الميكروب. ماتنو مي تنكثروا من لونتيبيوتيك, إما خدينا في الحالة اللي ما محتاجينهاش, إما ما كملناهاش, مثلا خصو ياخذوا أسبوع حبستنا في أربع أيام, أولا خصو ياخذوا ثلاثة المرات وخديتوه جوج مرات. دونك هنايا لي ميكروب دوك لي باكتيري تيوليو ريزيستونت, ما تيبقاش يقضي فيهم. يوما تنعطيه انتيبيوتيك بسيط مولف تياخذ انتيبيوتيك بسيط ولكن حيت ما بقاش تياخذو مزيان ولا على الطريقه اللي خصو ياخذو هذاك الانتيبيوتيك بسيط ما تيبقاش يقضي فيه, خصني نعطي دي انتيبيوتيك مجهدين وغادي نوديك ليسكالاد وغادي تنزيدو فيه. الناس يسحبوا مره نقصات المناعه ما عندها حتى علاقه مع لي انتيبيوتيك تنعاودها. مثلا الا محتاجو راه خصنا نعطيو ليه, الا محتاجوش لا. هضرتي على مثلا على لاكيني لا الترويض باش نخويو لي صدرو, الوغ حتى هي تقنيه اللي مزيانه ولكن خصها تكون بميدين اللي محترفه اللي عارفه. انا نعطي واحد المثال, واحد الدري اللي عنده غنقول واحد الرضيع اللي عنده قلب من العام وصدرو عامر وما غاديش يعرف يخرج دوك الناخم اللي عنده في صدرو, ما غاديش يعرف يسوسنيفو. اي دونك الا تغلب ماشي من النهار الاول, الا تغلب وبقى صدرو عامر بزاف ديك لاكيني تقدر تعاون, ولكن خص الناس داك السيد اللي غادي يعرف اللي يجي يدير لاكيني خصو يكون يعرف يديرها, يكون مولف
بالاطفال. الا مشى دار هادشي واحد اللي ما مولفش بحال عاد غادي يزيد يبجلي صدرو عاد غادي يزيد يعيي داك الطفل. ولي بارون بعد مرات تيتسحابهم راه غادي ندير لاكيني وغادي ينشف ليه صدرو في دقه واحده. لا راه غير تتحيد شي فين يجي شي نورمالمون لاكيني على حقها وطريقها نورمالمون ملي تيكون الدري محتاجها راه غادي يكون ناعس في واحد القسم في كلينيك ولا في السبيطار ولا فين كان ونديروا ليه لاكيني الصباح وفي العشيه وفي الليل اضعاف الايمان واحد جوج مرات في النهار. مي ملي تيكون الدري نقول بين وبين نقدر نخليه في دارو ونقول ليه واحد مره في النهار سير دير لي ديك لاكيني واحد يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام باش تعاون شي غير تنحيدوا شي فين يجي شي. مي ما كاينش شي تكنيك ديال لاكيني اللي غادي تخويني صدرو في دقه واحده ما كايناش هادي. دونك حتى هي باش نقول للناس سير دير لاكيني خصنا نكونوا متيقنين ما نتكرفسوش على ذاك الطفل. دونك بعد مرات الناس تيسولونا واش غادي ولدي يدير لاكيني تتقول لي لا ولكن بعد يومين ولا ثلاث ايام الا تزادوا الحال نقدروا نعيدوا النظر في هذا الشيء ونعاودوا نشوفوا. يعني خاصنا نقتنعوا بهاد يومين ولا ثلاث ايام راه ما كاينش دواء ميغاكل ما كاينش ما كاينش الدواء المعجزه ما كاينش اذا خصو يعطي واحد الفرصه. حسن عوان راه واحد الام ولا الاب ملي تيشوف ولده مريض فيه سخانه وتيكحب الليل كامل هو كان في قم خصو دغيا دغيا برا. مي بالاسف راه ما كاينش دواء اللي دقه بطله سا ميكزيست با كاين شي حويجات اللي تيبراو دغيا دغيا بصح ولكن راه خصو واحد شويه ديال الوقت تنتقبلوا والناس ما بقاوش يتقبلوا فيكتيمون شوفوا وليداتهم مرض خصهم الا دوز مع الصباح خصهم مع العشيه يكون ناضي ما كايناش هذه القضيه. الا سمحتي حاجه واحده حتى هي اللي بغيت نشير لها قبل ما ننسى هو شنو هو لو بروميير ريفلكس ملي تيسمعوا لي بارون ولدهم تيكحب من غير سخانه سخانه كلهم تيعرفوا يداويوها سي راه نمشي نشري ليه شي سيرو ولا شي قويب تيحبس الكحه وهنا فين تيكون الخطا كبير بوتيتر كثر كاع من لونتيبيوتيك. لحقاش ملي تيكون واحد الدري صغير وما تيعرفش يخرج دوك الافرازات اللي عنده في صدرو وتنديروا ليه تنعطيوه شي سيرو اللي تيحبس الكحه تيزيد يبقى له داك الشيء في صدرو وتنزيدوا نمرضوه دونك فعاد ما يخرج ويبرى الا بقى له داك الشيء في صدرو عاد تيزيد يتكرفص وتيتعفن. يعني ملي يكح خصنا نتقبلوه انه يكحب خصنا نتقبلوه انه تيكحب وتيتقيا مسكين على حوايجو تتكرفس ديك الام وخصها تبدل ليه جوج ثلاثه المرات هكاك باش غادي يبرع هكاك باش غادي يفوج ويرتاح. الا خلاته يدير هكا كاين واحد الامل كبير باش يبرع بلا ما نوصل لهاد لي زونتيبيوتيك بلا ما نوصل لدويات اخرين دي كورتيكويد ولا شي حوايج اخرين تنبقاو ديما في النطاق ديال لاغريب اللي شويه صعيبه باش تبرع. غادي نمشيو ناخذوا معنا المكالمات دكتور. ناخذوا معنا لالا سعديه من الدار البيضاء. صباح الخير لالا. وي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الا كان ممكن لالا سعديه تفر الراديو بقي معنا في التليفون الله يخليك. لا انا طافي الراديو. واخا اذا حيدي لوت بارلور. لا معليش لوت بارلور. ما يمكنش كاين صدى الصوت. ما عرفتش ما كتسمعوش مزيان؟ كنسمعوا الصوت لا كيمشي ويرجع غيكون صعيب علينا نتواصلوا. لا لا ما عنديش. واخا لالا تفضلي. ما جيت با بوركو كان ما عنديش لا. دايره لي زيكوتور لا؟ لا انا عندي تليفون عادي. ما تليفون عادي واخا لالا تفضلي. علاش اسمح لي واقيلا ماشي مشكل مرحبا مرحبا. اسمح لي وي شكرا بزاف على البرنامج. وي الله يخليك عندي واحد السؤال. شويه كيحيرني واخا انا ما عنديش دراري ولكن كنشوف واحد على حساب هاد لاكريب اللي ما كتبراش ولي زونفون اللي ما كيبراوش. في القنوات الاجنبيه وفي البرامج المغربيه اللي كتحترم راسها ديما كتنصح ان بالاخص مع هاد المنتوجات الحليبيه دابا على حساب هاد لا ديسكريتاسيون ديالو يعني كيستعملوا لي زانتيبيوتيك وكيستعملوا بزاف الحوايج كينصحوا عدم يعطوهم للدراري يعني فهمتي شنو اللي كينصحوا بعدم يعطوهم للدراري يعني كينصحوا باش الدراري الصغار باش يتفاداو لي زانتيبيوتيك الا كيما فسر الدكتور. لا ماشي زونتيزاتيك لي برودوي ليتي لان دابا كاين واحد الموجه بزاف يعني حنا كنكافيو لي زونفون بلي برودوي ليتي وكي فوالا يعني هما كيفسروا في البرامج الاجنبيه وفي البرامج المغربيه اللي كتحرم راسها كيفسروا بان حتى هذا حتى هذا المشكل تيساعد بزاف على عدم شفاء الدراري صغار فوالا والله يخليك بغيت نشوف بغيت نتاكد واش نيت سي فغي ولا لا واخا المساله هذه يعني ضرجه بزاف. الو غادي نسولك لالا انت قلتي ما عندك وليدات ما عندكش وليدات ياك ماذا؟ لا ما عندي. واخا مي انت تاخذي مشتقات الحليب ولا لا؟ كناخذوا دو طون فون طون ماشي زعما شي حاجه. داكوغ وشنو واقع لك انت؟ لا انت مريضه عيانه؟ لا انا عندي قناعه ان الا خديت مشتقات الحليب كناخذها من الفيرمات داكشي ديريكتومون من لافيرم. فوالا من داكوغ يعني كتاخذ داكشي البلدي يعني الرايب واخا الاجنبيه كلهم كيشجعوا على المنتوج ديالهم بلدي. الوغ سؤال اخر سؤال اخر الا سمحتي الى 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 ما خديناش الى هاد لي برودوي اللي تيخايبين للدراري الصغار اشنو خصنا باش نعوضوهم ولا لا؟ لا لا ما عنديش ما عنديش
لا انا ما كنهضرش على انا ماشي اون جينيرال كنهضر انا تنقول لي بروديليتي انديستريليزي يعني ديال الشركات متفق معك لا انا بعدا غادي نجاوبك غادي نجاوبك انا ما كنكرش لا سمح لي انا ما كنكرش المنافع ديال بروديليتي بالديين داكوغ ولكن واش تظني كاينين 4 مليون ديال الناس في الدار البيضاء واش كلهم غادي يديروا بقيره عندهم حداهم ويبداو يحلبوها باش ياخذوا انا ماشي تنعيب عليك غير باش نفسر لك ونبقى في لو غيزونمون ديالك الى انايا بزمني نعطي لواحد لولدي واحد لو برودوي ليتي وقلتي لي خايب غير انا تنسولك زعما واش عندك درايه باش نقدر نرومبلاسي باش اش نعطي في بلاصتو ما عنديش بقيره نعم فكنمدينا شنو نعطيه انا اللي كنحصل الطوقاش ديالي وفي الناس يعني ولاد صغار مابقاوش تقريبا بحال الوالدين تيكونوا مرجلين على قضيه الكوديتي حيتاش هو ربما المقصود هنا لالا السعديه غير باش لالا السعديه غير هو بالنسبه للاطفال الرضع مثلا شي مرات الام كتعطي حليب للام يمكن حليب الام ما كيكونش مثلا كافي ولا الام كتخدم واخا كتخلي الحليب ما كيكفيش كضطر انها تدخل مثلا الحليب ديال لافارماسي كضطر انها في وقيته معينه اولا من بعد كنظن كاين بعض الاطباء دكتور اللي كيبداو يدخلوا الماكله في 4 شهور وكاين اللي كيدخل الماكله في 6 شهور ما بين 4 شهور و 6 شهور اذا في هذه الفتره هذه ربما كنبداو بلي بوتي سويس كنبداو ب تمام انا فهمتها هو اللي جاوب انا كنت باغيها تقول لي شنو البديل ولكن ما بغاتش ما كاين بس انا نجاوبك لا الوغ نتفاهموا على سا سي دي بوليميك اللي جداد غنقولوا نسبيا هاد 4 سنين 5 سنين الاخرى تنسمعوا بزاف على الماكولات ولا كاع المصنعه منهم الحليب ديال الاطفال اي بوي سورتو في اوروبا اون اوروب باسكو حنا عندنا بزاف القنوات اللي تنتصندوا لهم وتنشوفوهم دونك كاين هاد لابوليميك ديال الحليب ديال البقر راه تيضر راه تيدير الحساسيه هادشي معروف من السنين من القرون ولكن النسبه ديال الاطفال اللي غتجيهم الحساسيه من الحليب ديال البقر قليله 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 بالنسبه للفوائد اللي غادي يكونوا عند الاطفال الاخرين دون ان كابيني بيدياتريك انا يعني سميتو ما كاينش شي اسبوع اللي ما غاديش نشوف واحد الطفل اللي عنده هذه الحساسيه للحليب ديال البقر وتقدر تعطيه مضاعفات جهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي دونك غادي يدير ليا دي بونشي تابيتيسيون جايين من هذا ولاني راه عندي العشرات الاخرين اللي لاباس عليهم وحيت الام ما تقدرش تعطيهم الحليب ديالها خصها بزمنها تعطيها الحليب ديال البقر دونك هاد لا نوسيون واش خصنا الاطفال كلهم نحيدوا من الحليب ديال البقر ما كايناش في العالم كله مي شنو اللي كاين داك اللوبيين عرفتي داك اللوبيين داك الناس اللي تيحاولوا يشجعوك باش دير واحد الحاجه ماشي سي با دو لا بوبليسيتي سي دو زعما بون المهم كاين دابا ديك لا مود ديال لو لي دو سوجا وبحال لو غلوتين كلشي الناس يسمعوا لو ريجيم سون غلوتين ما نبقاوش ناكلوا الخبز فيه لو غلوتين وهذا راه تيضر حتى هو اي سا سي دي فوس رومور ولا ما مزيانيش بالدارجه ما مزيانيش لحقاش لو سوجا تيدير الحساسيه لو سوجا نبات دونك كاين الحليب ديال النبات لو سوجا تيدير الحساسيه اكثر من الحليب ديال البقر دونك هاد لا نوسيون ديال الحليب ديال البقر الا عندي الحساسيه واحد الطفل واحد الرضيع لانه الحساسيه ديال الحليب البقر وتنعطيه ليه غادي يكون مضاعفات ومنهم دي برونشيت ريبيتيسيون يبدا يمرض منه بصدره بزاف وتنعرفوها ولكن الطفل اللي ما عندوش هذه الحساسيه ما يمكنش نحرموه من الحليب ديال البقر وما كايناش شي حاجه في العالم الدراسات العالميه كلهم ما كاينش شي حاجه تقول لك لا ما تعطيوش الحليب ديال البقر وعلميا وعارفين لا كوميونيتي سيونتيفيك مونديال عارفه بين راه هاد الناس العائلات اللي تيقول لك حنا تنحيدوا الحليب ديال البقر من وليداتنا كلهم وتنعطيهم لولي دو سوجا ولا لولي ديال الروز كاين حتى هو لولي دو غي خطا 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 غادي يكونوا مضاعفات من بعد غادي نشوفوا عندهم مضاعفات من بعد يعني دكتور في هذه النقطة مثلا إلا وقع مشكل ديال الطفل اللي عنده حساسية مثلا من ظهر عنده حساسية من الحليب في الأول بطبيعة الحال كيكون الحليب ديال لافارماسي من بعد كنبداو ندخلوا ربما أنواع أخرى من 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 الحليب فواش كاين مثلا شي حاجة معينة اللي كتعوضوا بها في هذه الحالة هذه إلا كانت الحساسية ألوغ يكون الحليب ديال لافارماسي ولا الحليب ديال البقيرة ولا الحليب باستوريزي كي تنقولوا لي معلب
هو حليب 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 ديال البقر كلهم حليب ديال البقر غير هذاك مصنع وزايدين فيه دي فيتامين وناقصين منه شي حويجات ديك الزبده وداك الشيء بزاف الحوايج وزايدين فيه دي سير مينيرو دي شوز والاخر غنقولوا حليب غير معقم مي تيبقى حليب ديال البقر دونك الا عندي الحساسيه ديال الحليب ديال البقر غادي تبدا لي من الاول من الحليب ديال المصنع اللي غنشري من لافارماسي اولا الحليب اللي غادي نشريه ديال ولا ناخذه ديال البقيره دونك هنايا خصنا نلقاو لهم بديل البديل الافضل واللي ديما تنصحوا به هو الحليب ديال الام ميتا تكون بالزمنه حيت الام ما بقاش عندها الحليب كافي وبالزمنه نعطيو واحد الحليب لقاش مازال ما وصلش لواحد الدرجه الدري مازال ما كافيش مثلا السن ديالو باش ياكل الخضيره ولا باش يعوض يعني هي الام خاصها ترد عامين هذه مساله ما فيهاش نقاش غير هذاك كمكمل او مساعد الام دري عنده 3 شهور والام ما بقاش فيها الحليب يبان كاينين دي لي سبيسيو كاينين انواع ديال الحليب سكون ابيل دي زيد غوليزا دو لي دو فاش اي دونك واحد الحليب اللي تيكون مهرس دو مانيير شيميك وما تيبقاش يدير الحساسيه المهم واحد الحليب اللي مصنع اللي ما تيديرش الحساسيه مي باش نعطي لواحد الدري اللي لاباس عليه ونحرمو من مشتقات الحليب هذا خطا سي اون ايريزي سا نا اوكان سونس ما خصهاش تكون نعم نشوف فاصل قصير ونرجعو نستقبلو بقيه المكالمات لالا مولاتي تابعينا كل يوم مع الحداش وشاركي معنا بأحلى الوصفات بدامتي دامتي دامت البنة بعطرية 100% بيو دامتي بين اللدة والصحة جمعتي صحة وسلامة من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو مازال مواصلين مازال مستمرين معكم دائما وبرنامجكم صحة وسلامة كنرحبوا بكل أوفيائنا وبكل مستمعينا سعداء بالتواصل معكم مرحبا بالجميع دائما عبر أرقامنا الهاتفية المفتوحة وغنوصلوا في استقبالكم غنمشيو ناخذوا معنا من بوجدور لالا ليلى صباح الخير يا لالا صباح الخير أختي سكينة مرحبا لالا السلام الدكتور شكرا وعليكم السلام ورحمة الله دكتور عافاك بغيت نسولك بنتي عند 6 سنين كيضر هذا العام ولا كيضروها الحلاقم كل 5 اشهرين تيضروها ومني كنديوها لهاد الطبيب تيعطيها الانتيبيوتيك وهاد السيمانه عطاتها الانتيبيوتيك والسيمانه هذيك مدة 8 ايام وديك القرعه كتدي لها غير 4 ايام واش ضروري تكمل لها ديك 8 ايام ولا عندنا ملي تكمل هذيك القرعه نحبس عليها وبغيت نعرف الاسباب ديال هاد علاش كيجيوها كل 15 يوم الله يحفظك الله يحفظك حتى انت يا ليلى ما كملها لها 8 ايام قال لي قال لك الطبيب 8 ايام الا سالات القرعه الاولى غادي تشري لها القرعه الثانيه ولا الثالثه داكشي اللي خاصها حتى تكمل ديك 8 ايام ديالها هذه اول حاجه شكرا مرحبا الوغ ثاني حاجه علاش يجيو الحلاقم ما نقدرش نقول ليه الا ما شتاش وليني غير كاينين اطفال اللي بصح تيمرضوا بزاف الحلاقم كاين اللي ما تيمرضش بهم تماما كاين اللي تيجيو مره في العام وكاين تيجيو بحال هكا 15 وكاين اللي ما كيجيوش كاع وكاين اللي ما تيجيوش اسمي وكاين واحد المناعه ديالو كيفاش خلقنا ربي المهم ما تيولي ريتي مرض بهم لهاد الدرجه كل 15 اليوم وخصهم ياخذوا لي زونتيبيوتيك خصو يحيدهم وتهنى ما يمكنش ما بقى نقاش لا ما بقى نقاش واش نعطيها 4 ايام ولا 8 ايام ديال الدواء سير حيدهم لحقاش ما بقاش في تنضيع الفلوس في الدواء سي الصحه ديالها ما غاديش تستحمل دوك الحلاقم اللي تيجيوها بزاف ويقدر يضر هذاك الشيء في القلب اللي تنقولوا الروماتيز ديال القلب دونك خاصها تحيدهم باش تهنى مي ملي يقول لكم الطبيب خصك تاخذ 5 ايام ولا 7 ايام ولا 10 ايام ما تجتهدوش عافاكم خذوا داك الشيء اللي خاصكم داك الشيء اللي قال لكم الطبيب ناخذوا معنا هذه المره لالا نعيمه من مراكش او عفوا لالا سعاد من سيد لعد لالا نعيمه من مراكش مرحبا لالا سعاد وعليكم السلام اختي عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا ديري لي كل الاخوان قدامي معاك اهلا وسهلا بزاف على البرامج القيمه اللي كتقدم لينا بارك الله فيك مرحبا والسلام عليكم دكتور وعليكم السلام ورحمه الله لالا بارك الله فيك دكتور انا بنتي عندها 3 سنين وهاد المشكل كيوقع عليها من اليوم اللي دازت كملات عندي كونجور ومرضات ليا عاوتاني كتخناق درها بحال في عمر فديتها للطبيب عطاها واحد الدواء والحمد لله ولات شويه لاباس قال لي انت مين غتولي شويه لاباس ولكن كنت كدوز شهر شهرين كترجع لها نفس الحاله
وهاد العام عاوتاني نفس المشكل تخنقات ليا مرضات دوزت ليها ثاني طبيب الطب العام درت ليها الدواء عاوتاني رجع نفس المشكل. نعم ما سمعناكش مزيان السؤال. كي ديتها للوبيطال داروا ليها الاكسجين متسرب على شويه طلبوا لي باش تمشي ليها للوبيطال الكبير فيها نزات واحد ثلاث ايام وقالوا لي بلي عندها الحساسيه ماشي الروح. المهم داروا ليها الدواء سميتو ولات تحسنت شويه ولكن الدكتور دابا كدوز واحد شهر 15 تجيها ثاني نفس الحاله كيبداني في هكيا وكلها كتولي. انا غادي نسولك عندي سؤال. قالوا لك عندها الحساسيه عطاوك الدواء؟ وي عطاوني الدواء. شنو دارت هذيك الرشاشه؟ وي عطاوني الدواء. تديريها ليها؟ الرشاشه وعطاوني واحد رشاشه اخرى. لا غير واش تديريها ليها؟ وي دكتور كل نهار. كل نهار. لا. الو انا نجاوبك. مرحبا. وبالنسبه لذاك زادرين واش متبعوا؟ لا الله يخليك غير ما نذكروش الاسماء التجاريه. واخا سمح لي. مرحبا. انا نجاوبك انا نجاوبك. مرحبا لالا. واخا وبالنسبه لديك الحساسيه تجرد بعض المرات تبقى تحك والحبوب كينوض فيها. واخا. واخا لالا مرحبا بكل فرح. تسد الدكتور. الو خصنا نعرفوا بين راه الاطفال هما هادو الدراري الصغار تحضي تشبه غادي يدوزوا مساكن حقهم ديال البرد. غادي يضربهم البرد. زعما راه بعض المرات عرفتي تيجي الناس يقول لك انا ما فهمتش ولدي ما تنغسلش ليه وتيمرض. وسيري غسلي ليه راه غادي بالعكس. غسلتي ليه ما غسلتيش ليه مرض لما نقي. اللهم غسلي ليه وخا هكاك معفن ومقلق كي تنقولوا تيجي عاد يدخل لي ذاك الميكروب من الجلد. ولدي ما تنخرجوش ما عرفت منين فين تيضربوا البرد وخرجي يا لالا راه ذاك البيت اللي جالس فيه وما تيخرجش وما تيتهواش راه عامر بالميكروبات. سيري خرجي للزنقه من دابا الشميشه اللي كاينه وتهوى ويتولف باش ما يبقاش يمرض لك مزيان وباش يتهوى ذاك البيت حتى هو. دونك هنا فين تيغلطوا الناس. قلت لك شحال مره قلناها ما تيتقبلوش مساكن يشوفوا وليداتهم مرض. الو ملي تقول لي واحد دري صغير وبحال هكا كل شهر كل شهرين في الوقيتات الحال البارد تيمرض راه تقريبا حاجه بسيطه راه عاديه. كل شهر كل شهرين في الوقيته قلنا هذا الفصل ديال 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 الشتاء تنتقبلوها ماشي عاديه ولا تنتقبلوها وتنداو وهي قالت لك في الاول كان تياخذ دواء وتيولي لاباس ولكن تدوز شهر ولا شهرين تيعاود يمرض. ملي تيولي الدري تيمرض بزاف اكثر من القياس هنا فين تنداو الطبيب تيتسائل وتيقول ياك ما كاينه شي حاجه اخرى منها هذه الحساسيه منها مثلا ضعف ديال المناعه منها الحساسيه منها لو غوفلو يكون الدري تيرد تيشرق وتيعمر صدره. دونك غادي نقلبوا على شي حوايج اخرين اللي تيتسببوا في هاد الامراض اللي تيتكرروا. اي مثلا هاد السيده قالت لك على بنتها داتها وصلت للسبيطار نعسات وقالوا لها عندها الحساسيه. الوغ هنا فين سولتها وقلت لها واش عطاوك الدواء ديال الحساسيه منهم هذوك الرشاشات؟ قالت لك ايه. واش تديري لها كل نهار؟ شنو جابتنا؟ لا ما مقتنعاش. اي دونك حيت ما مقتنعاش ما تتعطيش الدواء على حقه وطريقه ما عمرها البنيته ما تعتبرها مزيان. إذا بالمشكلة شنو تيوقع؟ ملي تيكون بدات الحساسية الحساسية ما تتبقاش ستابل إما غنداوها غادي تتنقص ماشي غادي تتبرى غادي تتنقص ونقدروا كاين أمل باش واحد النهار نقدروا نقولوا برينا مينا ما داويناش غادي تتزاد. إذا هاد السيدة غادي تبقى غير في المشاكل. ما يمكنش لالا بنتك تبرى إلا ما عطيتيهاش الدواء على حقه وطريقه ودرتي لها الدويات اللي قالوا لك ما يكون نهار كيفسروا لك ما يمكنش هي تحبسيه. أبخي ملي تيكون شي واحد داتو الحساسية واحد الطفل تقدر تكون هذه الحساسيه غير في نيفو تقدر تكون غير في عينيه تقدر تكون غير في صدره تقدر تكون في الجلد تقدر تكون في هذا الشيء كامل. اي دونك الدواء اللي تنداو به على الصدر ما غاديش يلق ولا بدا الجلد. الدواء اللي هضرات عليه هذاك غادي يلق النيف او الجلد بصح وتنقلبوا على نشوفوا اشنو هما الاسباب اللي كاينين يقدروا يداتوا هذه الحساسيه باسكو عرفنا كاينه الحساسيه راه تنداويوها وين تنشوفوا واش كاين شي سبب بحال السيده اللي هضرات على الحليب ديال البقر يقدر يكون شي اكل اخر يقدر يكون شي حاجه تتشمها يقدر يكون لي زكاريان دوك اللي تيقولوا لها الغبره مي اون فيت دي زكاريان حشرات بروت اللي تيكون في الدار اللي تيكون في الفراغ بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يتسببوا في هذه الحساسيه اللي تما خصنا نحاولوا نتفاداوهم نتجنبوهم باش يكون واحد الفرصه باش يبرى ذاك الدري افضل. نعم. مي غير لا خصك تبعي الدواء ما تحبسي شيء. لانه ربما على ذكر هذا الموضوع دوك شو كاين بعض الناس اللي كيخافوا من ذاك الدواء.
كيقول لك انا غندير لولدي الرابوز غادي هذاك شيء صعيب الى غير ذلك. وفي الوقت اللي يعني طبيا راه كاين بعض الحالات الحساسيه ربما بعد 5 سنين صافي كتمشي ما كتبقاش الى داوينا مزيان الى داوينا مزيان. دابا واحد الفاكتور واحد العامل اللي تيتزاد عندنا حنايا في المجتمع ديالنا المغاربي غنقولوا كاين الاب والام والطفل اللي مريض وكاين الطبيب اللي دار التشخيص وعطى الدواء وكاين كاع العائله والجيران والحباب والصحاح والصحاحبه اللي الراجل في القهوه والاخرى في دارها وجارتها وواحد تقول لها واحد تقول لها لا هذاك الطبيب هذاك الدواء صعيب وواحد غتقول لها لا انا جبت من الطاليان ولدي راه جبت لي واحد الدواء هاك عطيه جربيه لولدك والاخرى غتقول لها لا هذاك الرشاشة تطرطق الريه ولا ما عرفتش شنو تدير. ودوك الاشاعات واخا تكون هذوك لي بارون قاريين فاهمين تيتلفوا ماشي تيخافوا تيتلفوا وتيوليو غير اما ما متبعينش الدواء على حق وطريقه اما تيجربوا شي حوايج اللي يقدروا بالعكس يديروا مضاعفات واحد الدواء اللي لاق لخوه ماشي حتى من جارتو ماشي ولا بدا غادي يلق ليه حتى هو دونك ما تغلطوش على عفاكم. نعم اذا مادام الدواء تعطى راه الطبيب عارف راسو شنو كيدير الانسان ما خصوش يبقى يدير قراءات بوحدو. دخلنا الشك كاع دخلني الشك الطبيب يقدر مثلا بغيت نعطي واحد لا دوز ديال واحد لونتيبيوتيك 125 ميلي غرام وكتبت 250 ميلي غرام ولاحظها الاب ولا الام لاحظها بغيت نعطي لواحد الدواء ولدي عنده 3 سنين وانا عطيته الدواء ديال 5 سنين وقراها في البروسبكتوس مزيان خطا نقدر نطيح فيه دخلك الشك سول نورمالمون ما خصكش تاخذ القرار ولكن غير زعما انا غير نعطي مثال دخلك الشك في الدواء او دخلك الشك في لو ديغنوستيك في التشخيص او دخلك الشك في ليفولوسيون بان لك هذا الشيء ماشي هو هذاك شي مضاعفات كاع خديتي واحد الدواء والدري جاوه شي حبوب شنو تيوقع سوبر الناس تيجي تيقول لك راه حبست ليه ذاك الدواء حيت دار ليه الحبوب هو راه مثلا المرض اللي دار ليه هذاك ليغوبسيون اللي دار ليه ذاك الحبوب ملي حبستي الدواء خصنا نعاودوا كلشي من زيرو دونك ملي تنقول للناس ملي تيدخلكم الشك في شي حاجه عيطوا لذاك الطبيب ما قال تجيو غير عيطوا في التليفون ونقدروا نتجنبوا بعض الاخطاء اللي غنطيحوا فيهم. نعم ناخذوا معنا مكالمه مواليه هذه المره من مدينه مراكش لاله نعيمه. لاله نعيمه صباح الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. دايره اللي سقينا الدكتور اللي معك. الحمد لله لاله مرحبا تفضلي. شكرا عندي هاك جوج اسئله. واحد سؤال بنت اختي وواحد بنت ولد خالي. تفضلي. هاك بنت اختي عندها 3 شهور دابا. وكتخنق ملي مشات للطبيب قال لها راه غير البرد وعادي هي ملي كتخنق كتضرب. وهادشي اللي كاين على اختي ولد خالي البارح جاتو المهم عقد الوعي دينا للسبيطار قال لك لا راه عنده البرد والادمين واش هادشي بصح من البرد. واخا نجاوبك لاله. مرحبا تفضل دكتور. الوغ عطات ليكزومبل ديال الرضيع الاول اللي عنده 3 شهور وضربوا البرد على اللي فهمت وعلى اللي فهمت السيده اللي قالت لنا قالوا لها غير البرد راه بصح مي جو بونس عند بالها زعما قالوا غير البرد زعما ما عطاوش الدواء بزاف خصنا نفهموا بين راه مي تيكون هاد الزكام هاد الرواح هاد لاكغيب هاد الحوايج اللي بحال هاد الشيء هكا وتيكون داك الشيء ما معفنش وغير بطرنا وعطينا ودينا لذاك الدري دغيا دغيا للطبيب وشخصه نقدر ما نحتاجش للدواء نقدر نعطي شي حاجه شي تقطيره ديال النيف باش نسرح لي نيفو باش نقي داكشي نقدر نعطي شي حاجه ديال السخانه مي عنده 3 شهور نورمالمون ما خصني نعطيه حتى شي سيرو اولا شي حاجه اللي ديال الكحه حيت الا حبسنا ليه الكحه قلنا غادي يبقى له داكشي في صدره ونصبروا واحد 3 ايام ولا 4 ايام الا كانت السخانه طاحت الا تيبان لنا هذاك الدري اون فورم تياكل تيقدر ياكل شويه تيقدر ينعس شويه تيكحب شويه تيتقيا كاع شويه ولكن تيبان لنا موقد ماشي مرخي كاين حتى شي مشكل وغادي زعما نكملوا غير بهذا الشيء هذا تزادوا كاع الحال من بعد واحد يومين ثلاث ايام نرجعوا للطبيب ويلا خصنا شي دواء اخر نزيد اذا بعد مرات الناس تيبقاو بحال قلنا ان بو فروستري تجيهم الشمته مشيت عند الطبيب وبقيت نتسنى شحال وفي الاخر عطاني غير تقطره النيف واش متيقن لا راه هذا الشيء اللي كاين كافي الله يجعل البركه وإلا تزادوا الحال نعطيهم دويات اخرين من بعد الطفل الاخر ضربوا البرد وفيه سخانه ودارين الاذنين حتى لدرجه انه غيب واش تقدر توقع؟ ايه الدري يقدر يكون غير مروح ويغيب يقدر يجيو الحلاقه ويغيب يقدر مثلا ماشي المرض اللي تيدير هذه الغيبوبه سي السخانه وتا هي باسكو في ليماجينير ديالنا الناس تيخافوا من الحراره الناس تيخافوا من السخانه الناس تي وماشي الناس اللي ما قاريش
راه كلشي تيخاف من السخانه بطبيعه الحال وكنربطوها بامراض خطيره. شوف غير المجتمع ديالنا اشنو تيقول لك؟ لا لا ما نخرجوش للزنقه، كاينه الشمس غضربوا الشمس وغادي تجي دير لي سخانه. واش كاينه الجلبه ديال السخانه؟ هنا بزاف الناس تيغلطوا في الفهم ديال بعد الحراره شناهي. الا ولدي فيه سخانه الاغلبيه راه كاين شي تعفن، راه كاين شي مرض. اللي تنصح انا ديما الناس، الا ولدك كبير اكثر من عامين زعما ما خايفش عليه والحراره بسيطه ما وصلتش ل 39 وتنعطيه الدواء اللي مولف تياخذ ديال السخانه وتطيح السخانه وديما تنقول إلي اون فورم صديق تيلعب شويه تياكل شويه ما نخافش نقدر نصبر واحد النهار ولا يومين ما نحتاجش للطبيب. ملي تيكون ديك الحراره طالعه بزاف وصلت 39 او اكثر او الدري غير مسهود ما باغيش يلعب ما باغيش ياكل فين ما كنت خصني ندوز ليه باش ما نوصلوش لهذه الحاله اللي وصلت لهاد السيده، لحقاش ملي تطلع سخانه بزاف وسختو بالزربه يقدر يغيب داك الطفل. الو حتى هو هذا راه ماشي كاع الاطفال غادي يغيبوا، كاين اللي تلقاه جاي 40 سخانه 41 سخانه وما وقع ليه والو، وكاين اللي كانت فيه 38 ودغيا طلعت ل 39 ويقدر يغيب ليه. هنا كاينه واحد القابليه، كاين بريديسبوزيسيون جينيتيك، كاين الدراري في عائلتهم كلهم غادي توقع لهم ملي تطلع سخانه بزاف تيغيب. هنايا اللي تيكون لو ريفليكس عافاكم السيدات والاباء والامهات، ملي يكون ولدكم فيه سخانه ما تشاوروش معاه من جات ديك السخانه واش ضرباتو الشمس ولا السنان. وخنو انتو هابطه تنقول لهم خضره ومكرفس الدري وتيجي تيقول لك راه السنان. كيف ما فكرتوا في المرض، المهم ولدكم فيه سخانه اعطيوه الدواء السخانه، اعطيوه داكشي اللي مولف تيعطيكم الطبيب ديال الحراره، نقصوا ليه شويه الحويجات ما تخافوش يضربوا البرد، واخا يضربوا البرد شنو غادي كاع الا ضربوا البرد غنزيدوا الدواء ديالو وغادي يبرا، ما يوصلش للحاله اللي قالتها السيده انه يغيب. دونك نقص ليه الحويجات، نعطيه الدواء السخانه، نقدر ندير شي فوطه بارده على راسه، وغالبا بهذا الشيء غادي يطيح السخانه ويبقى لي الوقت باش نمشي ندوز ليه ونعرف شنو هو المرض ديالو. احسن مساله ديال لادوش بالمدافيه واش تخي بون كيستيون. الوغ ملي تيكون بحال دابا حنا الحال بارد الجو مازال بارد، الا عريت ليه غير كتافه ويديه ورجليه كافي بلا ما نوصل ليه بلا ما ندوش ليه وتكرفيس ومع الجوج الليل وانا جالسه ندير في الدوش ونتنبرد هادي. دونك غير نعري ليه شويه حويجاتو ما نغطيه شاي ونعطيه وندير ليه شي فوطه بارده على راسه ونعطيه الدواء ديالو كافي. ملي تيكون الحال سخون الجو سخون واخا عريت تبع راه الجو سخون، هنا مزيان ندوش ليه ما دافي ماشي بارد. ولا غير سطيلت الماء ونبدا نكب عليه شويه داك الماء بشويه بشويه صافا فريشي ان تي بو تيعاون. مانتنو فكرتيني في واحد الحاجه، واحد الغلطه اللي تنشوفوها بزاف، الناس اللي تيكون الدري فيه سخانه بزاف تيديروا لهم الخل. خلف تقشرات ناري شحال تضربي راسي تيديروا الخل تقشرات يلبسوهم اليوم تديري انت انت؟ لا لا ما كنديرهاش صراحه، هذه ديال لادوش كنديرها ولكن عافاكم 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 ما ديروش الخل لوليداتكم ما تيطيحش السخانه الخل. انا كندير مات الورد الماء تيبرد مات الورد الماء تيبرد دونك الماء الماء الروبيني ولا الماء ديال الورد ما كاين حتى شي مشكل صافي شي تيبرد شويه الخل الماء ديالو غادي يبرد ولكن المشكل في الخل سكي واحد لا كونسونطراسيون ديال الحموضه ديال لاسيديتي بعدا خايبه الريحه لي فابور ديال الخل غادي يشمهم داك الدري هو ديجا ضربوا البرد ومخنوق وموقف وتتزيد تتخنزوا بداك الريحه ديك لي فابور بحال حط حدا بيدو ديال ليسونس وتيتشمو تيقول لي شم شم ليسونس فوالا دونك تيخنق وبي بعد مرات تيكون واحد لو دوغري ديال الكول واحد البورسنتاج ديال الكول حتى هو تيشرب مع داك الجلد طيب لا ماشي تيدوخو تيكون دريتي الليل كامل هو فيه سخانه وتيبكي تدير ليه الخل في داك التقاشر فريمون تتكب داك القرعه ديال الخل في داك التقاشر وتيضربها بنعسه دوخناه ما داويناش دونك عافاكم وتفاداو الخل. شحال هذه كانوا حوايج خوين هضرنا على الاعشاب ومخينزه وداك الشيء كلشي اغلاط الماء الروبيني باركه كافي باش يطيح سخانه مع الدواء بيان سور. ناخذوا معنا مكالمه اخرى من دينيس الدار بيضاء. لاله مريم صباح الخير. صباح النور لاله سكينه. اهلا وسهلا دكتور. مرحبا. الله يخليك عندي دو كيستيون. تفضلي. السؤال الاول داخل في موضوع على البرد، عندي ان بيبي ديال ان نو اي دو موا ومن بدا البرد كان كيمرض بزاف لدرجه انه كان كيتوقف توجور لي زورجونس ولا كلينيك وتيقول لك لا سي ان ازم. بقينا متبعين ليه، عطاونا دوك الرشاشات بزوج الزرقاء والبوردو وعاد لي كورتيكويد وبقينا متبعين ليه لو تريتمون وهذه تقريبا شهر ولا شهرين ما بقاش مرض.
ما بقاش مرض نهائيا بهذاك التوقف وهذا. ما عرفتش اسكو افيكتيفمون الى امال وخصني نتبع ليه زعما عند سبيسياليست باش زعما بوغ ايفيتي ان الحاله ديالو تزاد ولا سي بون سيتي جوست دي كريز ديال البرد وديال هذا ودازت مع الوقت. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني سي كو ا 5 موا اكتشفنا انه عنده لا مالادي ديال الكرانيو ستينوز كافو سيفال. درنا له لوبيراسيون على راسو ودابا هنا يل فا تري بيان لاباس عليه كلشي عنده نورمال. باغ كونطخ فرانسو بقاو هذوك هذوك تتحس بيه العدد تدوز يديك فوالا بحال شي دريجه فوالا فوالا مشفورين كاين كي غير جديد من دابا هذوك انا متبع لهم عن نورو ولكن تيقول لي تو نورمال وكنحس بهم انا جاوبك انا جاوبك انا جاوبك انا جاوبك هو خلال مرحبا مرحبا بكل فرح الو ان تري بون كيستيون الاولى ان توكا بيسكو مي تيكونوا الدراري تيمرضوا بزاف بالزكام بالكحه نقولوا تيضربوهم البرد بزاف هو المثال ديال قبيله غادي نجيو نشوفوا نسالوا راسنا ياك ما كاينه شي حاجه اخرى اللي تنخافوا منها هي هاد الحساسيات. مي تكون دخلنا لهاد الوقيته ديال الحساسيه ولا بلوتو لهاد لو ديغنوستيك ديال الحساسيه ما كاينش 10 دوايات هما الرشاشات. الوغ كاينين 20 نوع كاين 20 سميه ديال الدواء نقدر نعطي اللي بغيت اللي بالتجربه ديالي او اللي تنظن غادي يطلق لذاك الطفل. مي المهم من غير الرشاشات ما كاينش شي حاجه تداوي الحساسيه الضيقه ديال الصدر. دونك هي بغينا نداوي بشي حاجه اخرى ما كاينش سيرويات وهذا غير الهضره خاويه غير تنضيعوا الوقت والفلوس على ذاك الدري. مانتنون كاينين حالات اللي ما واصلينش لديك الدقه ولاني هذاك الطفل تيمرض بزاف ديما وتيتوقف بزاف وكيف قالت لك تيوصل للكلينيك الاكسجين هنايا فين هاد الدوايات اللي تيليقوا الدقه تا هما مهمين ونقدروا نعطيوهم لذاك الطفل واخا مازال ما وصلش لديك الحاله ديال الدقه. يعني كنجيريو بهم ديك لا كريز. تنعطيو دواء بريفونتيفمون تنعطيو وقايه فوالا تنعطيو ذاك الدواء في واحد الظرف معين هذاك اللي فيه الدقه يمكن غادي ياخذه طول حياته. هذاك اللي مازال ما وصلاتوش غادي ياخذوا غير في الوقيته ديال الحال البارد اللي محتاجه وملي غادي يسخن الحال ما غاديش يبقى يحتاجه دونك غادي نبقاو نعطيوه ليه واحد العام ولا عامين في الوقيته ديال الحال البارد ونحبسوه يمكن الا كان ممكن في الوقيته ديال الحال السخون وملي غادي يزيد يكبر ذاك الدري بصح ما غاديش يبقى يمرض وجمعنا وطوينا الحمد لله هاد الوليد ما داش لهذيك الضيقه وتيلا جاتو تجي خفيفه دونك ها هو الجواب الاول على هاد السيده ماشي غلط انه عطاوها رشاشات او كونتخيغ هذا الشيء اللي خلى ولدك الحمد لله ما بقاش تيجيو هذه الحالات اللي قلتي كنتي تجري به لا كلينيك والسبيطار ولي كريس ديما دونك مزيان اللي عطيتي ذاك الدواء راه ماشي خطأ. ماتنو على لا كرانيوستينوس الوغ باش نفسرها كاينه واحد لا نوسيون عند الناس تيقول لك راه تزاد راسو محلول كلنا تنسمعها تيقول لك راه راسو محلول فني تزاد خصنا نحزموه ليه ونديروا ليه ما عاد شنا هو هذا باش هادي وفات راه كلنا تيخلقنا ربي براسنا محلول سي نورمال هكاك خصو يكون داك الراس محلول حيت مازال داك الراس خصو يكبر الا كان مسدود المخ ما عنده فين غادي يبقى مزاح ما عنده فين يزيد دونك الراس يكون محلول شويه اي بي غادي تيكبر ومن بعد غادي يتسد ما بين عام عام ونص معنا هذه هي الوقيته باش يتسد لا كرانيستينوس سي دي زونفون اللي تيتزادوا بالعظام ديجا مجموعين الراس مسدود الي سودي ديجا اي دونك الا خلينا هكاك داك المخ ما غاديش يكبر العمليه اللي تيدار افيكتيفمون لو نوروشيروجيان تيهرس دوك العظام تيشقهم وتيخليهم يكونوا موسعين وخليو البلاصه داك المخ فين يكون اي دونك هاد السيده اللي متدوز يديها وتلقى واحد الفراغ عادي بغينا يكون داك الفراغ غير مازال ما تجمعوش عاوتاني العظام باش داك المخ يزيد يكبر واحد النهار غادي يتقاد داكشي كلشي بوحدو ان شاء الله. ناخذ معنا اخر مكالمه الدكتور هاد المره نزهه من اسفي مرحبا بك لاله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كنشكر الاذاعه الله يجزيكم بخير. مرحبا الله يطول عمرك. وكنشكر لاله والبرنامج الصحي بارك الله فيك لاله اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي. الدكتور عندي اسئله يجزيك بخير. تفضلي. عندي وليد عنده 6 سنين من كيضربوا البرد كيدوزوا الميوفو تيكونوا عيني حمرين بزاف وتيفكهم. هذا المشكل اخر عنده انه الماكله عنده شويه ناقصه اذا كتب بالماكله تيقول لك ما كل شيء تيقدشك بزاف واكتف تيتحرك بزاف وتيلعب بزاف ولكن الماكله شويه ناقصه ماشي شحال في عمره قلتي لي؟ عنده 6 سنين شحال تيوزن؟ تقريبا شي
26 وقيلة. داكو أنا نجاوبك. ألوغ بنتي السؤال الثاني رزقك بخير. قلتي السؤال الثالث يلا يلا ما كاين بس 4 دراهم. وقت ما كيلعب ولا كيعرق كيروح لاكو، يعني كنحاول انه ما يلعبش بزاف ما يتحركش بزاف. واخا لالا الا عرق واش هو كيشدو الحلقه. واخا لالا مرحبا مرحبا نجاوبوا على الاسئله ديالك. انا خلينا الوقت باش نجاوبك. واخا تفضل. الو مين تيكون دري ضربوا البرد بعد المرات افيكتيمون تيكون نيفو طايب عينيه حمرين تاهما وتيدمعوا ولا كاع تيعمشوا، هادشي بسيط. مثلا الا كان تيوقع ليه انه عينيه حمرين من غير ضربوا البرد، هنا خصنا نشوفوا الطبيب ديال العينين واللي غادي يعرف واش عينيه فيهم الحساسيه ولا مجروحين ولا كاين شي حاجه اخرى ولا خصهم نظر. دونك الطبيب ديال العينين قالت لك ولدها عنده السنين 23 كيلو وما تيبغيش ياكل، فوتي عليك راه غليظ. سهله بسيطه كانت مزيان. 26 كيلو بالنسبه للسن غليظ، ماشي غليظ بغيت باش يفهم اي فا بيان زعما، مي باش هي تفهم بين راه خصها تفوتو، لان هذا هو المشكل. لان الامهات حنا ما كنشوفوش واش الصحه صحيح مزيان، خصو غلاد خصو غلاد وطوال. 22 كيلو 23 كيلو هذا 26 راه بصح راه وافي شويه، اي دونك غير تتبزز عليه على والو غادي تعقد هي وغادي تعقد ذاك الدري. دونك بعدي منه خليه ياكل اللي بغى، ماشي ياكل اللي بغى، ياكل متوازن وليني بارك عليه ما تبزيش عليه. باخر حاجه ها اللي ما تنبغيش نسمع، ولدي ما تنخليش يلعب ما نخليش يخرج لحقاش غادي يجيو الحلاقم. راه واشنو غتقول لي غدا ما تمشيش للمدرسه باش ما يضربكش البرد، ومن بعد ما تمشيش لخدمتك لحقاش ما عرفتش شنو غادي يعاديوك انت هما اللي في الخدمه. ما يمكنش واحد الدري خصو يقدر يلعب ويخرج، ما غاديش نقول لك يخرج عريان للزنقه والشتا تطيح، ويني خصو يقدر يدير يعيش حياته عاديه بلا ما يمرض. دونك الا غير تيخرج وتيمرض كاين مشكل خصنا نداويه نعالجوه نعاونه باش يقدر يلعب وديك الرشاقه ديالو تكون عاديه. نعم دكتور احمد الحلو ما سخيناش بيك، اللقاء ممتع جدا معك، شكرا جزيلا لك وان شاء الله فرصه مقبله. وكنشكرك بزاف 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 على كل المعلومات اللي تقسمتيها معنا وعلى حضورك معنا. لا يخطيك، شكرا لك. مرحبا بارك الله فيك. كان معنا اليوم الدكتور احمد الحلو اخصائي في طب الاطفال. كنشكر سيده عقل رفقتنا في الاخراج سميحه شوي استقبال مكالماتكم. شكرا لكم مستمعينا على حسن الاصغاء والمتابعه، صباحكم بروك، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.